طيب أول حاجة دلوقتي أنا عارف معظمكم لسه يعني ما بدأش مذاكرة، أو اللي بدأ مذاكرة بدأ على استحياء. أنتوا اللي يهمكم أو اللي أنتوا الناس اللي حاسة إنها لسه مش قادرة تستوعب المادة، الدنيا ماشية إزاي، إحنا أهم حاجة بالنسبة لنا إيه؟ الامتحان، تمام، اللي هو الـ MTA. تمام، الامتحان هيكون غالبا 4 أجزاء إن شاء الله. تمام، أول جزء هيكون جزء MCQ، ودي هتكون اختيارات، يعني أسئلة اختيارية كلها، تمام، على الأجزاء من 1 لغاية 10، يعني حتى البارت 8 و9 و10 SQL أو Normalization أو نظري بيجي منهم أسئلة في الاختيارات. أنتوا بالنسبة لكم من 1 لـ6 أو من 1 لغاية 8 هو ده النظري، اللي هو المحاضرات اللي هتلاقوها متسجلة نظري، ودي اللي أنتوا أعتقد ممكن يكون بدأ منكم ناس شافتها وحست إن هو كلام بس. تمام، للأسف الكلام ده مهم، يعني هو اي نعم رغي وكلام كتير، بس بيجي في امتحان على شكل مالتيبل تشويس، في ملف كله اسئله سؤال واجابه من الامتحانات السابقه، انا كنت بعته وهبعته تاني على الجروب عشان اللي ما وصلوش. الملف ده يعني هنقول 70 او 80% من الامتحان هتلاقي فيه منه اسئله مكرره، وممكن تلاقي فيه اسئله جديده، بس اللي فاهم هيقدر يجاوب. الجزء الثاني في الامتحان هيكون عن البايثون، ودي محاضره لسه ما نزلتهاش ان شاء الله. تمام، لغة البايثون أو السؤال بتاع البايثون سؤال سهل مش صعب، مش هيكون مطلوب كتابة كود، هيكون مطلوب منك إن أنت تكتب الأوتبوت فقط، يعني أنت اللي تطلع الأوتبوت تكتبه للدكتور، الكود مكتوب وأنت بس بتطلع له مين الأوتبوت، وده بيكون سؤال سهل ومضمون. بعد ما بتشوف محاضرة البايثون والتمارين اللي عليها، يعني هتلاقي ومع طبعا الامتحانات السابقة اللي هتحلوها هتلاقي الأمور سهلة، بس أنت تبدأ تاخد أول خطوة. الجزء اللي بعديه هيكون سؤال كامل عن الاس كيو ال، وده غالبا بيكون يمكن 7 أو 6 أسئلة، بتكون عبارة عن سؤال وإجابة، سؤال وأنت بتكتب الكود بتاعه، والكود سطرين، يعني اللي بدأ بمحاضرة الاس كيو ال الموضوع سهل فيها بس محتاج تمارين. ونصيحة، الاس كيو ال وأنت بتذاكرها ما بتتذاكرش بالعينين، يعني مش هشوف الكود فاهمه خلاص، لا لازم تذاكرها كتابة، تكتب الكود بإيدك أو تكتبه على الويب سايت اللي أنا بعته لكم تجربوا عليه، يعني هتلاقوا في الفيديو في ويب سايت انا بعته امبارح كمان على الجروب، تقدر تجرب فيه الاكواد كلها اللي انت عايز تذاكرها. وفي جزء بيكون خاص بحاجه اسمها النورماليزيشن. تمام، النورماليزيشن موضوع بسيط جدا، بيجيب لك جدول، والجدول ده فيه غلطه وعليك انك تكتشف الغلطه دي وتصلحها. محاضره النورماليزيشن محاضره سهله، انا بعتها تقريبا امبارح او اول امبارح مش فاكر، مدتها ساعه، محتاجه تمرين وتحل امتحانات برضو سابقه زي الاس كيو ال، ما بيتحلش يعني ما بيذاكرش بالعينين، بالكتابه، تكتب الاجابه مره واثنين وثلاثه لغايه ما تلاقي الامور ايه، مشيت امورك فيها وايديك اتمرنت عليها. تمام، طبعا الاس كيو ال سواء الاس كيو ال او النورماليزيشن، الاثنين دول بيعتمدوا على ان انت فاهم اصلا البارت اللي هو اللي احنا واقفين عنده النهارده، اللي هو بارت 8، لان هو بارت 8 بيعرفك يعني ايه داتابيز، هي ايه قاعده البيانات، ايه الجدول ومكوناته الاساسيه. تمام، فانت بمجرد انت فهمت بار 8 كويس، فهمت يعني ايه برايمري كي، فهمت يعني ايه فورين كي، الامور بقت سهله ان شاء الله. طيب يعني مش هستبق الاحداث، احتمال يكون في سؤال جديد، احتمال بس لسه مش واضح السؤال ده هيكون شكله ايه. تعالوا نبدأ كده بشكل سريع، أنا همر معاكم على المفاهيم الأساسية للبارت ده قبل ما ندخل على الكلام الفهم العملي. أول حاجة هو بيتكلم، وده سؤال ممكن يجي في المالتيبل تشويس، هي يعني إيه داتابيز أصلاً؟ يعني كلمة داتابيز أو بنسمعها قواعد البيانات، هو يعني إيه قاعدة بيانات؟ لما أقول قاعدة بيانات مستشفى أو قاعدة بيانات شركة، يعني إيه قاعدة بيانات؟ ويعني إيه أصلاً دي بي إم إس، داتابيز مانجمنت سيستم؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ وسؤال وارد جدا في الامتحان على فكره. كلمه داتابيز لوحدها بتعني ايه؟ قاعده بيانات. هي يعني ايه قاعده بيانات؟ يعني مكان بيتم تخزين فيه بيانات عن شيء محدد، ايا كان بقى الشيء ده، بيانات طلبه، بيانات عملاء، بيانات منتجات، بيانات فواتير، ايا كان نوع البيانات دي ايه هي، فهي بيانات ومتخزنه عشان يتم استدعائها في وقت لاحق، عشان يتم طباعتها، اطلع منها تقارير. تمام؟ طب هي البيانات دي بتتخزن ازاي؟ اوكي فهمت انها بتتخزن، هخزنها ازاي؟ الكمبيوتر بيخزن البيانات على شكل
ابسط حاجه نعرفها اللي هو الجدول تيبل. طيب هو التيبل ده عباره عن ايه، او اي جدول في الدنيا ايه مكوناته الرئيسيه؟ اي جدول في الدنيا ما هو الا شويه اعمده وصفوف. الاعمده بنسميها احنا فيلدز او كولومز او اتريبيوتس، كل دي نفس الاسم، كل دي بتعني حقول بالعربي، حقول. تمام، اي جدول في الدنيا عدد الحقول فيه ثابت. يعني ايه عدد الحقول فيه ثابت؟ يعني مثلا عندي جدول العملاء، جدول العملاء ده فيه 7 حقول، هل هيتغير؟ لا، هيفضل طول عمره ال7 حقول، ممكن يزيد ممكن ينقص في وقت لاحق، بس انا بتكلم مع الجدول الطبيعي عدد الحقول فيه ثابت، الاي دي، النيم، الادرس، وهكذا بيانات. امال ايه اللي بيتغير؟ الفيلدز، اسف، الريكوردز او السجلات. خلي بالكم بقى، الريكورد هو السجل. يعني ايه سجل؟ تعال اديك مثال، نمسح الكلام ده. طيب، وهناخد وليكن جدول كده، هنقول ده اس اي دي او ستودنت اي دي، اس نيم، ادرس، ايميل. طيب اول حاجه هو جدول مين؟ اول حاجه لازم الجدول يكون ليه اسم، يبقى انا الجدول اسمه جدول ستودنت. جميل، يبقى اسمه ده من احد خصائص اي جدول، ان هو لازم يكون ليه اسم. عدد الفيلدز اللي فيه او عدد الحقول اللي فيه 4 حقول، وكل حقل له اسم. تمام، طيب جميل، ما احنا عارفين الكلام ده، ما انت لازم تبقى اخده بقى بشكل علمي عشان لان في الاس كيو ال وفي النورماليزيشن القصه كلها حقول. طيب حقولها ثابته؟ اه، عدد الحقول ثابته فيه 4 حقول. طيب كل ما بزود طالب جديد، وليكن هضيف اس 1 اسمه اي اتش، عنوانه كذا، ايميله كذا، ده اسمه ايه؟ اللي بالعرض ده اسمه ريكورد او سجل. السجل او الريكورد هي بيانات عن شيء واحد، عن شخص واحد. طب انا عايز اضيف شخص تاني، مفيش مشكله، هقول اس 2 اسمه مو مثلا، وايميله وعنوانه. كده بقى انا عندي كام ريكورد؟ بقى عندي 2 ريكورد، ادي الريكورد رقم 2، ريكورد 2 او السجل التاني. هل عدد السجلات ثابت ولا متغير؟ لا، عدد السجلات متغير، بيزيد وانا بزود طلبه، فبالتالي عدد الصفوف او عدد الريكوردز او عدد السجلات بيتغير ويزيد معايا. تمام؟ طيب السؤال الثاني، انت قلت لي دلوقتي البيانات او قاعده البيانات هي عباره عن جدول، والجدول حقول او حقول او اعمده وصفوف اللي هي الريكوردز. هل الجدول فيه شيء له مميز؟ اه طبعا، اي جدول في الدنيا بيكون فيه حاجه مميزه جدا ليه، اللي هي ايه؟ اللي هو اسمه. هل ينفع اخلي فيه جدولين ليهم نفس الاسم؟ لا طبعا، كل جدول لازم يكون ليه اسم مستقل، كل جدول لازم يكون ليه اسم مستقل، محدش ما ينفعش ان انا اكرر اسم الجدول. طيب جميل، ايه كمان؟ البيانات اللي جوه الجدول دي مش لازم كل ريكورد او كل سجل يكون مميز بحاجه تميزه عن باقي الحقول. اه طبعا، بيتم دايما لما بيجوا بيعملوا جدول، اي جدول في الدنيا بيختاروا له حقل، والحقل ده هو اللي بيكون مميز. يعني ايه مميز؟ يعني مثلا وليكن اختار حقل الستودنت اي دي، الحقل ده المفروض ان البيانات اللي فيه ما تتكررش. ليه؟ لان ممكن بالصدفه الاقي طالب مثلا الثلاثة اسمه مو، ونفس العنوان ونفس الايميل ادرس. تمام، بس ده شخص تاني، ده شخص مختلف. مظبوط، شخص مختلف. طب ايه اللي يميز الشخص الاول عن الشخص التاني؟ هتقول لي الاي دي بتاعه. اقول لك جميل جدا، يبقى انا كده متفق معاك ان في كل جدول ممكن يكون في حقل او لازم يكون في حقل، الحقل ده يميز كل سجل او كل شخصيه في الجدول، صح؟ طب هو الحقل ده مش هندلعه كده ونديله اسم عشان يكون مميز ولما سأل عليه سؤال اكون عارفه؟ قال لك الحقل ده ايا كان اسمه، يعني هنا مثلا اسمه ستودنت اي دي او اس اي دي، خاصيته ان هو حاجه اسمها برايمري كي. ايه البرايمري كي ده؟
البرايمري كي ده هو حقل بيتم اختياره في كل جدول ان بيانات اللي داخل الحقل ده لن تتكرر، البيانات اللي فيه لن تتكرر، ما ينفعش تتكرر. يعني ما ينفعش ان انت في يوم من الايام تيجي تقول لي اس 3 مره تانية باسم مختلف وعنوان غلط. غلط، الكمبيوتر مش هيقبل، هيرفض اصلا، هيقول لك انت عندك اصلا برايمري كي بنفس الرقم. اذا من اهم الخصائص اللي في الجدول زي ما قلنا اسمه يكون احادي، اسم الجدول احادي مش هيتكرر في الداتابيز عندي حتى لو عندي 20 جدول. بيتم اختيار عمود من اعمده الجدول ان هو يكون البرايمري كي للجدول، وبيانات العمود ده هتكون يونيك او اتوميك فاليو او بيانات احاديه لا تتكرر لكي تميز كل ريكورد. تمام، في اي مشكله في الكلام ده لغايه دلوقتي؟ لا تمام واضح. حلو، تعالوا نكمل بقى. احنا كده او بدأت افهم، يعني انت لما تيجي تقول لي قاعدة بيانات وزارة الصحة او بلاش قاعدة بيانات هيئة المعلومات المدنية او قاعدة بيانات وزارة الداخلية، اول حاجة يجي في بالك هي مجموعة من الجداول فيها بيانات عن الناس او عن الاشخاص العملاء اللي عند الهيئة دي، والبيانات متخزنة في جداول، وكل جدول بيميز احد الاعمده اللي فيه البرايمري كي. طبعا لو جيت قلت لك مثلا هيئه المعلومات المدنيه بتميز كل شخص عن التاني بايه؟ باسمه ولا رقم تليفونه ولا ايميله ولا عنوانه؟ هتقولي لا، هتميزه بالاي دي بي، الاي دي تبعه او الايدنتيفيكيشن نمبر بتاعه او السيفل اي دي، مظبوط، اللي هو الرقم المدني. يعني كل جدول لازم يكون فيه برايمري كي. طبعا كل جدول لازم يكون فيه برايمري كي عشان يميز الصفوف، السجلات، الريكوردز. ومن البرايمري كي ده كل حاجة هننطلق منها بقى، ازاي تربط الجدول بجدول تاني وتعمل علاقات وانواع العلاقات والى اخره زي ما هنشوف دلوقتي. تمام، طيب قبل ما نبدأ تعالوا نشوف شوية كلام نظري كده مهم يعرفنا. طب انت دلوقتي كنت كل ده في واقف في كلمة داتابيز، وفهمت منك ان كلمة داتابيز او قاعدة بيانات يعني جداول متشال فيها بيانات. جميل، على عيني وراسي. طيب هو ايه بقى اخونا الدي بي ام اس ده، او اختصار لكلمه داتا بيز مانجمنت سيستم؟ يعني ايه دي بي ام اس، داتا بيز مانجمنت سيستم؟ تخيلوا بقى، ممكن تيجي في المالتيبل تشويس يقول لك الدي بي ام اس ستاندز فور وات، او اللونج تيرم بتاعها ايه، داتا بيز مانجمنت سيستم. مين ده يعني؟ اهلا وسهلا بيه يا سيدي الفاضل. ببساطة شديدة، هي هيئة المعلومات المدنية لما هتيجي تخزن بيانات عن الناس محتاجة ايه؟ هتقول لي محتاجة برنامج. اقول لك بس، الله ينور عليك. الداتابيز دي بكل بيانات الناس مش هتدخل في الهواء، دي هتدخل على الكمبيوتر، والكمبيوتر ما بيفهمش عملية الادخال الا لما تتم عن طريق كوبري او برنامج الموظف هيدخل البيانات فيه. البرنامج ده هو ده اللي احنا بنسميه دي بي ام اس. تمام، ولذلك لو هتاخد بالك من التعريف مكتوب ايه، is a software. ايه ده؟ يعني هو برنامج. طب البرنامج ده ايه وظيفته؟ enable حاجه اسمها controlled sharing of data او sharing of data عشان نكون اوضح، مشاركه البيانات وصيانتها وتامينها وسلامتها. عايز اقول لكم كل كلمه من دول قصه. تمام، هناخد شيرنج اوف داتا. يبقى لما يجي يسالنا مثلا يقول لك هي الداتا بيز مانجمنت سيستم ايه الوظائف الاساسيه بتاعتها، هتقول لي شيرنج اوف داتا، مينتيننج داتا بيز، سكيورنج داتا بيز، انشورنج ذا انتجريتي اوف داتا، التاكد من سلامه البيانات. يعني ايه؟ مش فاهم، وضح لي. اقول لك تعالى اديك مثال. زمان زمان قبل ما تظهر الداتا بيز بشكلها الواقعي، كان يعني بمثلا شركه عندها ملف اكسل او ملف وتحط فيه بيانات كل حاجه، بيانات العملاء، بيانات الفواتير، بيانات المنتجات. طيب الملف ده فيه ثلاث محاسبين وليكن او ثلاث موظفين شغالين، يقعد يلف ما بين الثلاث موظفين، وكل شويه تحصل مشكله ان واحد يغير في بيانات الثاني ما يشوفهاش، الاولاني يغير بيانات الثاني ما يشوفهاش، وهكذا. يعني كان في مشكله كبيره جدا في مشاركه البيانات، وان اي ابديت بيحصل ان احد الموظفين التانيين ممكن ما يشوفوش، او
هنعتبر ان هم كلهم بيشوفوا التغييرات، هتلاقيهم ماشيين بملف ما بينهم كل شويه ينقلوه. جت السوفت وير ده اللي هو الداتا بيز مانجمنت حل المشكله دي، قال لك لا يا عم، هو مكان واحد هنخزن فيه البيانات كلنا، تمام، وكل الناس تقدر تشوف البيانات اللي هنا، وهو اللي هيكون مسؤول عن مشاركه البيانات مع كل الاشخاص. فكده انا قدرت احل مشكله الشيرنج اوف داتا. ولذلك من احد اهم الوظائف اللي عندنا هي مين؟ شيرنج اوف داتا، ان السوفت وير اللي عندي ده كل الناس تقدر تتعامل البيانات وتشوفها عادي. ولذلك ابسطها الموظفين بتوع شركات الاتصالات، انت من اي فرع تقدر تروح تغير او تعمل بيانات جديده او تعمل تحديث لبياناتك. البنوك نفس الوضع، مش شرط من فرع معين، تمام. في كيسز طبعا هيقول لك لا ده انت لازم تروح فرعك، بس دي مش هنتكلم فيها. انا بتكلم في المجمل ان انت اصبح السوفت وير ده بيمكن البيانات اللي موجوده عندك ان يتم مشاركتها ما بين الاشخاص. جميل جدا. ازاي طيب. بقى ثانية واحدة، ازاي بقى ايه؟ ازاي بيشاركوها؟ ازاي بقى بيعمل كده؟ بيبقى عنده هو مكان واحد للداتابيز، تمام؟ وبيعمل زي بنسميها احنا connections بيوزر نيم وباسورد، ان كل يوزر له صلاحيات انه يدخل على الداتابيز دي. هل له ان هو يشوفها كلها ولا جزء منها؟ دي قصة تانية. بس انت بتدي له صلاحية بيوزر نيم وباسورد ان هو يأكسس جزء معين من البيانات. يعني على سبيل المثال قسم الـ HR ما يشوفش الجداول اللي فيها الحسابات، يشوف الجداول اللي فيها بيانات الموظفين أجازاتهم، يشوف الجزئية دي. بتوع الحسابات ما يشوفوش إلا أذونات الصرف واللي هي بيسموها سندات القبض وسندات الصرف مثلا، اللي هو بيسموه General Ledger. يعمل boundaries يعني لكل section. بالضبط كده، بالضبط، باليوزر نيم والباسورد وصلاحيات. طيب الداتابيز الكبيرة دي مش لازم يكون ليها صيانة؟ طبعا، تمام. طبعا هو خلي بالك من حاجة، هو هنا بيقول لك منتين يحافظ على السيكوريتي ومنتين الانتجريتي، يحافظ على السيكوريتي والانتجريتي، يحافظ على سلامتها، ان مش اي حد. يعني انا هديك مثال، انت لما بتروح اكس سايت الغانم او اي محل وعايز تشتري محلات الالكترونيكس، بتلاقي الكمبيوتر بتاع العملاء او اللي هم للاسف الموظفين موجود في هل انت تقدر تشتري حاجه لنفسك وتمشي؟ لا طبعا. هتقولي ليه؟ اقول لك لان كل موظف مسؤول عن المبيعات بيكون ليه يوزر نيم وباسورد خاص بيه، هو اللي وحده اللي يقدر يدخل على الداتابيز ويعمل لك عمليه بيع. فهنا يبقى انت كمان الدي بي ام اس ده بتاعنا قدر يحافظ على تامين البيانات، مش اي حد يشوف اي حاجه، فقط الذي لهم الصلاحية. الانتجريتي، ايه الانتجريتي دي بقى؟ سلامة البيانات. يعني ايه سلامة البيانات؟ مش انا من شوية كنا بنقول هل ينفع وانا بدخل بيانات الطلبة اروح مدخل اس 3 مرة تانية؟ هل هينفع ولا الداتابيز هترفض؟ هتقول لي هترفض. هترفض ليه؟ هقول لك لان ببساطة شديدة هو عنده اصلا رقم اس 3، فانت ما ينفعش تكرره لان ده برايمري كي، زي ما قلنا البيانات اللي فيه لا تتكرر. هو مين اللي هيمنعني؟ يعني هيطلع من الكمبيوتر يمنعني؟ اقول لك لا. مين اللي هيمنعك؟ الدي بي ام اس هيمنعك ان انت تغلط اصلا وتسبب خطا في عمليه الادخال او خطا في البيانات اللي عندي. فكلمه انتجريتي سلامه البيانات، ان البيانات اللي موجوده عندي سليمه. يبقى ببساطه شديده السوفت وير العظيم ده اللي اسمه الدي بي ام اس، الراجل ده قدر يشارك المعلومات ما بين الموظفين، يحافظ على تأمينها ويحافظ على سلامتها. كل دي وظائف الدي بي ام اس. تيجي ممكن مالتيبل تشويس، اوكي؟ طيب اوكي، هتقول لي هل لي وظائف؟ طيب يعني ايه الوظائف بقى الرئيسيه بتاعته؟ اقول لك تعالى، بيقول لك ذا كور فانكشن بروفايدد باي دي بي ام اس، الوظائف الاساسيه للدي بي ام اس ايه؟ كل دول 1 2 3 4 5 6 7، انتبهوا بقى عليهم لان كل واحده منهم سؤال. اولا السوفت وير ده اللي انا جبته، تمام،
له خصائص كتير. او له بلاش اللون ده، ناخد اللون ده. تمام. اول حاجه، حاجه اسمها data definition. يعني ايه data definition؟ انا دلوقتي راجل جيت وهعمل قاعده بيانات لشركه من الشركات، معايا تول ايا كانت التول دي اللي هعمل بيها البرنامج او الداتابيز او السوفت وير. مش السوفت وير ده لازم يمكنني من انشاء اصلا قاعده بيانات؟ طب وانت هتنشئ قاعده بيانات ازاي؟ هعمل جداول، الاعمده هنشئها، هحط شروط وقيود. الكلام ده كله بيخضع تحت كلمه data definition، تعريف البيانات. يعني ايه تعريف البيانات؟ يعني اول حاجه يمكنني من انشاء قاعده البيانات، define the database. لما بنيجي نعمل قاعده بيانات لازم يكون ليها اسم. مثلا هقول قاعده بيانات شركه اكس، ادي اول حاجه. اقدر اعمل علاقات ما بين الجداول، relationship، زي ما هنشوف دلوقتي ازاي تربط بين جدولين. هقدر اعمل constraints. يعني ايه constraints؟ شروط. يعني ايه شروط؟ مش فاهم. اديك مثال، لو في خانه من الخانات، وليكن هنفترض ان الجدول ده في خانه كمان زياده كده اسمها موبايل او رقم التليفون، ممكن حد فيكم يقول لي ايه الشروط اللي لازم تكون موجوده على خانة دي وانا بعبي البيانات عشان ما اخليش الموظف يغلط؟ ايه الشروط المقترحه على البيانات اللي في في العمود ده بالتحديد اللي المبرمج لازم يكتبها عشان الموظف لو جاي يدخل رقم تليفون غلط الداتا بيست تمنعه؟ ايه الشروط؟ ان مثلا الرقم يبقى 6 ارقام ما يزيدش عن 6 مثلا، زي رقم الكويتي يعني. الموبايل 8 ارقام بالمناسبه، 8 يعني اللي هو بالظبط. ادي اول شرط، عدد الارقام. ادي اول شرط ان لازم الخانه دي يكون فيها 8 ارقام فقط، لا تزيد ولا تقل، ولو زودت او قللت الداتابيس تطلع لي ايرور تقول لي لا غلطان انت صلح نفسك. ايه كمان؟ ده الشرط الاول. هل في شرط تاني ممكن اكتبه في العمود ده؟ طبعا في number of repetitions، يعني ما يتكرر الرقم اكثر من مره. دكتور مش هقدر اخليه ما يتكررش، هتسيبه يتكرر، لان ممكن واحد كان عنده رقم تليفون وباعه، واحد تاني اشتراه فتم ادخال الرقمين لنفس الشخص. طبعا دي كيس بتتعالج بطريقه ما، بس الريبيتيشن لا، بسيب الريبيتيشن عادي. لا، في حاجه اهم، ممكن كل رقم يبدا يعني مثلا لو فيفا يبدا بخمسة، لو زين يبدا بتسعة، ما يبداش بارقام غير الارقام دي على حسب البروفايدر. شرطك صحيح بس انا هعتبره صح. طبعا أرقام الموبايل في الكويت ما بتبدأش غير بخمسة أو بتسعة أو بستة أو الشركة الجديدة بأربعة، الرقم يبدأ لازم بأحد الأرقام دي. تمام. في شرط كمان مهم جدا ويمكن شرط غريب. الأحرف يعني ما يكتبش إلا أرقام. الله ينور عليك. اسمك إيه؟ عبد العزيز ولا مين؟ عادل مأمون دكتور. عادل، الله ينور عليك عادل. أصلا إن أنت العمود ده لا يقبل إلا أرقام. ادي كده حطيت لك انت ثلاث شروط اهم على خانه واحده، فانت متخيل؟ يبقى انت هنا اهو، اولا زي ما قلنا يبقى السوفت وير ده هيساعدك انك تنشئ الداتابيس جديد وتعمل العلاقات بين الجداول زي ما هنشوف ازاي، وتحط شروط على الخانات اللي انت عايزها. وعلى فكره طبعا من ضمن الشروط ان في البرايمري كي، ما هو ده احد الشروط المهمه، ان انت بتشاور على الحقل اللي انت عايزه يكون برايمري كي. تمام. يبقى ادي كلها اول وظيفه فقط اسمها داتا ديفينيشن، يعني السوفت وير ده بيمكنني بالكلام ده. اديكم مثال يقرب لكم الفكره قوي. انا لو جيت سالتكم سؤال دلوقتي قلت لكم اللي عنده ايفون او اللي عنده اندرويد سامسونج اي حاجه، هو الاندرويد بيسمح لك بايه او الايفون بيسمح لك بايه؟ وهعدي على سبيل المثال، على سبيل المثال الابلكيشن اللي هو اللي اسمه كونتاكتس. هتقول لي كونتاكتس ده مش ابلكيشن؟ اقول لك لا يا فندم، الكونتاكتس ده ابلكيشن موجوده في التليفون سواء في الاندرويد او الاي او اس. هو ايه وظيفه الكونتاكتس؟ انه يمكن المستخدم من اضافه سجلات للارقام، يكتب اسمه وعنوانه ورقم تليفونه وايميله وهكذا. تمام. نفس الفكره الدي بي ام اس احد وظائفه او من اول واهم وظائفه انشاء بيانات او انشاء قاعده بيانات. تمام. علاقات، يحط شروط. جميل جدا. ادي كده اول شرط، طيب، او اول وظيفه مهمه. اثنين، data manipulation، معالجة البيانات.
على فكرة أنا بطول في الحتة دي عشان تفهموها فتريحكم في الحفظ، عشان لو جه سؤال تعرفوا تجاوبوا عليه من فهمكم. إيه الداتا مانيبيليشن؟ آه تعالى بقى نشوف. هو سؤال، أنا لما يكون عندي داتا بيز أنا هعمل عليها إيه؟ هتقول لي يا هسجل بيانات جديدة، يا هستدعي بيانات موجودة، يا هحذف بيانات موجودة، يا إما هحدث بيانات موجودة. أقول لك مظبوط. create هتنشئ بيانات جديدة، retrieve تستدعي وتقرأ بيانات موجودة، update تحديث البيانات، delete تحذف بيانات. أربع وظائف مهمين جدا في data manipulation. أنا بتكلم على data البيانات موجودة عندي، أقدر أعمل فيها إيه؟ تنشئها، تستدعيها، تحدثها، تحذفها. بيسموها crude operation، create read update delete، أو create retrieve update delete. تمام؟ ودي الوظيفة التانية. اللي بعده constraint enforcement، مهم أوي مهم أوي. constraint on data to maintain its integrity، وضع شروط للحفاظ على سلامة البيانات. يعني إيه؟ مثال أهو، ما احنا لسه أخدين مثال أهو. وضع شروط للحفاظ على ان البيانات اللي هنا سليمة، وضع شروط للحفاظ على البيانات سليمة غير مكررة. ده اللي هو بيسموها constraint enforcement او تطبيق القواعد. اربعة access control، وده السؤال اللي سألته من شوية، ازاي بيعملوا sharing. تمام، يعني ايه access control؟ ان انا define users، المفروض ان السوفت وير ده او الدي بي ام اس تسمح بانشاء مستخدمين. انا الشركه عندي مش شخص واحد اللي ماشي فيها، اكيد موظفين كتير، والموظفين دول لازم يكون عندهم صلاحيات دخول مختلفه. فانت السوفت وير ده يمكنك من انشاء مستخدمين، وكل مستخدم وله رايتس على ان هو ياكسس داتا معينه. زي ما شرحت، الراجل هيكون ليوزر نيم وباسورد، مالوش كل الصلاحيات، له صلاحيات فقط على شغله او طبيعه شغله. وايه كمان، انت مش انت هتعمل الحاجه العكس بقى، انت زي ما هتدي صلاحيه للموظفين prevent access to user without appropriate rights، تمنع الدخول على الداتابيز لاشخاص غير مصرح له. طبيعي كل شخص او كل موظف له يوزر نيم وباسورد عشان يقوم بدوره، حتى لو الكمبيوتر مرمي في الستور زي ما بنشوف في اكسايت او في اي مكان، مش من حقك انك تستخدمه. حتى لو فتحته وحاولت تكتب يوزر نيم وباسورد مش هيرضى يديك اكسس. تمام. ايه كمان؟ ترانزاكشن سبورت. واصحوا معايا هنا بقى، مهم جدا جدا جدا. زمان ايام الماده دي كانت فعلا داتابيس فقط، كان بيجي دايما سؤال على الترانزاكشن سبورت ويقول لهم اكتبوا لي تعريف الترانزاكشن. يعني ايه ترانزاكشن؟ حد يعرف ايه كلمة ترانزاكشن او سمعها؟ تحويل فلوس مثلا؟ الله ينور عليك، ده اشهر مثال طبعا، تحويل الفلوس او الفاينانشال ترانزاكشن. الفكرة كلها هو في الفاينانشال ترانزاكشن او في التحويل الفلوس، هو ايه اللي بيحصل؟ هتقول لي حسابي بيقل وحساب الشخص التاني بيزيد او العكس. يعني البيانات بتنتقل من مكان لمكان، رقم بينقص في مكان ويزيد في مكان تاني. طب ممكن نديها تعريف علمي؟ للأسف يعني احنا عارفين ان ده الكيس بتحصل، بس انا لو عايز اعرف تعريف علمي بقى هقول لك ايه. هقول لك هي sequence of updates، يعني سلسلة من التغيرات، defined as a logical unit of work، بتتم كواحدة واحدة يعني كلهم يتموا مع بعض. والترانزاكشن ده which either succeed completely or fail without change the status of database. يعني ترانزاكشن ده بتحصل حاجة من اثنين، انا لما ببعت لك لينك تدفع فلوس بتحصل حاجة من اثنين، يا اما اللينك بيندفع والفلوس بتنزل في الحساب، يا اما اللينك بيفشل ومفيش حد بيحصل له حاجه، لا اللي عنده حساب بينقص ولا التاني زاد. بالعربي كده هي متسلسله من الاحداث تتم كوحده واحده كلهم مع بعض في نفس الوقت. الترانزاكشن ده يا اما ينجح او يفشل من غير ما يغير حاله الداتابيز. تمام، زي بالظبط اي حد فيكم بيشتري اي حاجه اونلاين، يا اما سيادتك بتدفع وتاخد البرودكت، يا اما ما بتدفعش وما بتاخدش البرودكت. هتقولي ما انا ساعات بتحصل لي ان انا بدفع
وما باخدش البرودكت وبتحصل مشكله، اقول لك بس بعدها بفتره الفلوس اللي محشوره دي يا اما بترجع في حسابك يا اما بتكمل الاجراء وبيجي لك البرودكت، حتى لو فيلير في النص حصل. تعريف مهم جدا، تعريف مهم جدا جدا جدا. تمام. طيب الوظيفة رقم 6 concurrency support، انتبهوا عليها برضو من الأسئلة الشائعة واللي بتيجي عليها أسئلة. هو إيه concurrency support؟ يعني إيه concurrency بالعربي؟ بالعربي كلمة concurrency يعني بالعربي بيسموها الدخول المتزامن، دي كده متزامز، المتزامن. يعني إيه الدخول المتزامن؟ حد يعرف؟ أو حد عنده فكرة؟ طيب يعني أديك مثال، أنتوا كلكم عندكم يوزر نيم وباسورد على الـ LMS صح كده؟ طيب السؤال، لو أنت اديتني يوزر نيم والباسورد وأنت داخل على الـ LMS وأنا جيت أدخل عليه، هل هيسمح لنا إحنا الاثنين في نفس الوقت من تو كمبيوتر من تو كمبيوترز أو من تو ديفرنت كمبيوتر إن إحنا ندخل على نفس الأكونت في نفس الوقت؟ واحد قال لي أهو، واحد هيدخل والتاني هيطلع، يبقى كده الكونكرنسي سبورت بيدعم، لا يدعم الدخول المتزامن. يعني ما بيدعمش ان سيادتك تخلي الاكونت بتاعك اتنين يدخلوا عليه في نفس الوقت. هتقولي طب ما هو يعني، طب ما ايه القصة يعني، هو هيدعم شيء موقوف؟ هقول لك لا يا فندم، هو مش كل حاجة. اديك مثال، بنك، البنوك تدعم الدخول المتزامن ولا لا تدعمه؟ يعني توافق عليه ولا ما توافقش عليه؟ لا تدعم. اخر كلام، في حد تدعم ولا لا تدعم؟ لازم تدعمه، لان الاثنين يدخلوا على الحساب في نفس الوقت، مشكله. لا انت فاهم غلط، هو عادل قالها صح. ازاي؟ عبد العزيز قال صح وانت عكستها، انت بتقول يدعم. خلي بالك، يدعم الدخول المتزامن يعني يسمح باثنين يدخلوا على نفس البيانات في نفس الوقت. لا اقصد العكس. ايوه، من عشان كده بقولك انت تقصد العكس. طب شوف يا سيدي الفاضل، يا بخت من وفق راسين في الحلال، البنوك تدعم ولا تدعم؟ هتقول لي يعني ايه؟ يعني تدعم الدخول المتزامن وايضا لا تدعم الدخول المتزامن. هتقول لي ازاي؟ اديك مثال، مكانتين اي تي ام جنب بعض، سيادتك رايح تدخل على الاكونت بتاعك، البنك لن يدعم اي حد تاني في اي مكان اخر انه يدخل على نفس حسابك، فهو لا يدعم الدخول المتزامن على نفس الحساب. ولكن لو في واحد تاني واقف جنبك في مكان الـ ATM بيسحب فلوس من حسابه، هل البنك هيدعم الدخول المتزامن؟ هتقولي بس هو مش داخل على نفس حسابي. هقولك بس هو داخل على نفس قاعدة البيانات للبنك، يبقى بيدعم الدخول المتزامن للحسابات المختلفة ولا يدعم الدخول المتزامن للحسابات الشخصية على نفس الحساب. وصلت؟ وصلت. طيب هنا بقى يجي يقولك ايه، هو يعني ايه اصلا concurrency support؟ guaranteeing ال DBMS، خلي بالكوا احنا كل ده بنتكلم على وظائف ال DBMS، ال DBMS ده guarantee that when two or more transactions are executing simultaneously، يعني بيقول ان لو في عمليتين او اكثر بيتم في نفس الوقت، انتبه بقى، and updating the same data، وبيحدثوا نفس البيانات. هنا بيتكلم على نفس البيانات، ان الابديتس ار بيرفورمد ان اي واي ذات ستوب ذا ترانزاكشن انترفيرينج وذ ايتش اذر، ان لا قدر الله لو العمليتين اللي داخلين على نفس البيانات داخلين على نفس الحساب وبيحدثوا فيه، هيمنعهم من ان هم يتضاربوا مع بعض. هتقول لي ازاي؟ اقول لك هيعملهم كيو، طابور. يعني ايه؟ يعني هيخلي واحد يشتغل ويخلص وبعد كده الثاني يدخل بعديه، فهيوقف ان شخصين يدخلوا على نفس البيانات بيعملوا تحديثات، هيمنع واحد ويدخل التاني، وبعد ما الاولاني يخلص التاني يدخل وراه. المفيد في الموضوع التعريف ان الكونكرنسي سبورت دعم الدخول المتزامن هو ضمان ان مفيش اي عمليات بتحدث نفس البيانات ان يحصل بينهم ايه؟ تداخل. لا مش هيحصل تداخل، حتى لو الاتنين داخلين على نفس البيانات مش هيحصل تداخل. اوكي؟ الوظيفة الأخيرة database recovery، طبعا دي من أهم الحاجات، restoring database to usable state، لقدر الله لو حصل failure أنا عندي backup أقدر أرجع منه الداتابيز اللي عندي. وأنتوا بتعملوا الكلام ده
في اللي عندهم ابل مثلا يقدر يخزن الكونتاكتس بتاعته على الاي كلاود. التليفون لو نزل في الميه لا قدر الله، طاح، عمل اي حاجه بالاكونت بتاعه بالاي دي بتاعه، بيجيب تليفون جديد هياخد كل الكونتاكتس ويرجع الداتابيز لنفس حالته. ما انت خلي بالك الاندرويد والايفون او الاندرويد والاي والابل ما هي الا دي بي ام اس كبيره شويه بتدعم وظائف كتير، فبيسمح لك بان انت تستعيد الداتابيز لو لا قدر الله حصل لها فشل، بس المهم ان انت تكون عامل حاجه مهمه جدا اسمها ايه، باك اب. حلو الكلام ده؟ تمام. انا طولت في الحته دي عشان تفهموا الفكره ازاي. طيب هنا نبدا بقى جزء فهم هنا. طيب احنا دلوقتي هنسيب الكلام اللي هو عن التطبيق نفسه، وهنتكلم عن حاجه مهمه جدا اسمها ريليشنال داتابيز، ودي اللي احنا هندرسها مع بعض في الاس كيو ال بعد كده والنورماليزيشن. احنا هنا كنا بنتكلم على كلمه داتابيز فقط من شويه، دلوقتي زودنا كلمه مين، ريليشنال. هتقول لي هو الداتابيز او الجداول في بينهم علاقه؟ اه طبعا. اولا databases where information is represented as a set of tables، اه يعني هي مجموعه من الجداول منظمه على حسب العلاقه اللي ما بينها. ده تعريف ليها. لما يجي اقول لك تعريف الداتابيز او الريليشنال داتابيز، هي داتابيز ممثله في عده جداول بتربط الجداول دي بعلاقه منظمه. منظمه، تمام. طيب مش فاهم ازاي هيتم تنظيمها، هنشوف دلوقتي. Why we need database. طيب تعالوا بقى ايه على ورقه بره نبدا نشرح القصه ماشيه ازاي. امسح الكلام ده كله. تعالوا بقى ندي مثال كده بسيط. اول حاجه انا هعمل مثلا، هدي مثال. اولا انا هاخد نفس الجدول اللي اسمه student. اوكي، هفترض ان انا عندي student id و student name و address وكفايه على كده. اوكي، وهيبقى مثلا عندي، تعال ناخد مثال، خلي المثال ده على جنب، ده example 1. تعال ناخد example 2 وبعد كده نروح example 1. جدول اسمه customer ديوها customer العملاء customer id customer name customer address. طيب اول جدول ده لو سمحت انت تخيل الجدول ده بالبيانات اللي فيه. اول حاجه هيكون مطلوب منك فيها ك محلل او داتا اناليست ان انت تختار لي برايمري كي. انا عايز اختار برايمري كي. هتقول لي هو ايه البرايمري كي ده؟ اتفقنا مع بعض البرايمري كي هو عمود بيتم اختياره من الجدول بحيث ان بياناته لن تتكرر. ممكن فيكم حد يختار لي برايمري كي من الجدول ده؟ هتقول لي تعال نشوفها ازاي. هقول لك ببساطه شديده، عب بيانات في الايماجينيشن بتاعك كده وشوف هل ايه اللي ممكن يتكرر وايه اللي ما ينفعش ان هو يتكرر. هتقول لي طب ما هي سهله، انت عندك واضح ان الكاستمر اي دي هنا، اكيد الاي دي بتاع كل عميل مش هيتكرر. هل ينفع النيم او الادرس؟ هتقول لي لا ما ينفعش لانها كلها بيانات. وفي ناس تيجي تقول لك طب ما انت ممكن، زي ما كان في حد فيكم من شويه كان بيقول لي الفون او الموبايل ممكن ما يتكررش واعتبره برايمري كي، بس لا يعتمد عليه لان ممكن ببساطه شديده العميل يبيع رقم تليفونه ويشتري رقم تليفون تاني فاصبح رقم تليفون لا يعبر عن الشخص. احنا عايزين حاجه تلزق في العميل ما تطلعش منه وهو ما يكونش له علاقه بيها كمان. هتقول لي خلاص انا يا سيدي الفاضل هختار الكاستمر اي دي ده وهخليه البرايمري كي بتاعي. هقول لك جميل، عاده في الامتحانات او في اي الداتابيس بتيجي البرايمري كي دايما بتلاقي العمود تحتيه خط مميز كده وساعات بيعملوه بولد كمان. يبقى العمود ده هو عمود البرايمري كي للجدول، او العمود ده هو اللي بياناته لن تتكرر. طيب جميل كده انا اخترت البرايمري كي للجدول. تعالوا ناخد جدول تاني وليكن بيل. الجدول ده فيها بيل نمبر
بيل ديت و توتال مثلا نقول. مين البرايمري كي للجدول؟ هتقول لي طب ما سهلة، رقم الفاتورة أكيد من الأرقام أو من الأعمدة التي لا تتكرر، فأنا هختار إن البيل نمبر هي اللي تكون مين البرايمري كي. جميل، مفيش مشكلة. تعالوا بقى المرحلة الأهم، أنا عايز أربط الجدولين دول اللي هو الكاستومر بالبيل، أربطهم إزاي؟ كان في دكتور عندنا في الجامعة كان دايما يقول لي تخيل إن أنت شخصيتك هي شخصية الجدول في كل كيس وعكسها. تقول لي يعني إيه؟ يعني أنا هتخيل نفسي إن أنا كاستومر وأشوف علاقتي بالبيل إيه، وهشوف وهخلي نفسي مرة تانية إن أنا بيل وهشوف إيه علاقتي بالكاستومر. هتقول لي إزاي يعني؟ هقول لك طيب تعال نتخيل أنا كاستومر دلوقتي، كم عدد الفواتير التي أستطيع الحصول عليها؟ يعني أنا كعميل هتطلع لي كم فاتورة؟ أنا مفترض إن في محل ما أيا كان المحل ده إيه أو الستور ده إيه، أنا أخد كم فاتورة؟ أكتر من واحدة. إحنا دايما الإجابة يا ون يا من، ما فيش ما لهاش ثالث، يا ون يا من. تمام، أنا كعميل أستطيع الحصول على ميني فواتير، صح؟ يبقى العلاقة كده one to many. طب سؤال نعكس بقى، أنا خلي بالك أنا كده خدت الحالة من وجهة نظر واحدة، إحنا متفقين مع بعض إني ما استعجلش لازم أخد وجهة نظر الأخرى. طب أنا دلوقتي فاتورة أروح لكم عميل؟ واحد بالواحد. حلو، الفاتورة ما بتروحش فعلا إلا عميل واحد، يعني فعلا العلاقة هنا مظبوطة إن أنا كبل مش هروح غير لواحد، وأنا ك كاستومر عندي ميني بيلز. طيب الديفلوبرز لما بيروحوا الشركات عشان يربطوا علاقة بين جدولين بالشكل ده المفروض يعملوا ايه؟ برايمري كي يشوفوا. حلو، يعملوا فيه ايه؟ حولوه لفورين كي. ازاي يعني؟ ماشي جميل، البرايمري كي هحوله فورين كي، هتاخد نفس هتاخد الاي دي وتحطه هناك في الجدول التاني. تمام، تعالوا نشوف كده. دلوقتي انا دلوقتي عشان اعمل علاقه بين الجدولين هو ايه الغرض اصلا؟ يعني ايه الغرض ان انا اربط جدولين ببعض؟ الغرض ريفرنس دكتور. مش حكايه بس الريفرنس، ان انت يوم ما تيجي تقول لي العميل رقم 5 اسمه محمد هو جه اشترى من عندنا كم مره، فتروح مطلع لي الفواتير بتاعته كلها. طب وانت هتطلع الفواتير ازاي اذا ما كانش في علاقه بين الاي دي وارقام الفواتير اللي حصل عليها؟ يعني انت قصدك ان انا البرايمري كي بتاع الجدول ده هينتقل ليروح للجدول الثاني بحيث كل فاتوره مكتوبه يكون ليها عميل. هتقول لي مظبوط، اقول لك يعني جدول البيل ده المفروض مش هيتكتب بالشكل ده، جدول البيل ده هنكتبها بلون ثاني المفروض هيتكتب بالشكل ده، هيبقى البيل نمبر والبيل ديت والتوتال وايه كمان والكاستمر، ونكتبها بلون تاني والكاستمر اي دي. تمام، يبقى كده اللي حصل كالتالي، انا همسح دي. اللي حصل ان انا عندي البرايمري كي، ناخد باللون الاسود احسن، البرايمري كي اللي هو كان هنا انتقل الى الجدول اللي هناك. تعالوا كده ثانية واحدة. لا الثاني الكبير ده، تعالوا كده نشوف حاجة. دلوقتي تخيلوا معايا الديتيلز التالية، أنا هكتب مثلا هتخيل إن أنا عندي بيانات، هقول مثلا أنا عندي الكاستمر واحد اسمه مو، الأدرس بتاعه كذا والفون بتاعه كذا، وعندي كاستومر رقم 2 اسمه اي اتش كذا كذا، وعندي كاستومر 3 اسمه كي اتش. تمام، ادي البيانات بتاعتي. تمام، ده جدول الكاستومر. الراجل ده لما يجي يشتري من عندنا من المحل شيء ايه اللي هيحصل؟ هتطلع له فاتوره ولتكن رقمها بيل رقم 1 تاريخ 1/1/2023 وليكن، التوتال بتاعه 50. مين اللي اشترى؟ الكاستمر رقم 1. طب الفاتورة رقم 2
طلعت في نفس اليوم بقيمة مختلفة للعميل رقم 2. جميل. طب الفاتورة الثالثة طلعت في نفس اليوم قيمتها 30 للعميل رقم 3. الفاتورة الرابعة طلعت لنفس بقيمة مختلفة. تعالوا كده بقى نسأل نفسنا سؤال دلوقتي من الجدول ده. لو جيت سألتكم سؤال، هو كل عميل اشترى من عندنا كم مرة؟ كل عميل اشترى كم مرة؟ لا انا ما قلتش عدد المرات البيع، انا بتكلم كل عميل اشترى مرة كم مرة واحدة من عدد سي وان اشترى مرتين. برافو عليك، الله ينور عليك. لاحظ ان سي 2 ما جاش عندي المحل الا مرة واحدة، تمام؟ سي 3 ما اشتراش من عندي غير مرة واحدة. ناخد لون تاني يكون الازرق. سي 1 اشترى كم مرة بقى؟ اشترى مرتين. إذن أنا بالجدول ده أو بالعلاقة دي، إن أنا رميت أخدت نسخة من البرايمري كي وحطيتها كعمود هنا كوبي وبيست، تمام؟ فربطت بين الجدولين. حد ملاحظ حاجة؟ إحنا هنا في الجدول ده البرايمري كي بتاعنا هل بيتكرر؟ لا ما بيتكررش. طب لما أنا نقلته لجدول تاني ايه اللي حصل للبيانات؟ تكررت. هتقول لي طب ازاي؟ اقول لك، لان عارفين مثل من خرج من داره تقل مقداره. الراجل ده كان في جدوله محترم برايمري كي لا يتكرر، لما انتقل للجدول الثاني نتيجه العلاقه بين الجدولين اللي اسمها 1 تو ميني اصبح او سمح له ان يتكرر على اساس ان في ترانزاكشنز بتحصل، هو بيشتري كذا مره، فانا مش هكرره في جدول العملاء عشان ما يحصلش اهدار للمساحه التخزينيه في الداتابيز، لا ده انا هكرره في جدول تاني وبس بكرر الرقم على حسب الترانزاكشن اللي بتحصل. طب سؤال، هنا كان في محترم كده في جدوله اسمه برايمري كي، لما انتقل لجدول تاني هل هيفضل يحتفظ باسمه ولا هيتدلع ويدوله خاصيه جديده؟ هيندلع ويدوله خاصيه جديده اسمها الفورين كي. السؤال، هو ايه الفرق بين البرايمري كي والفورين كي؟ هتقول لي الفرق بينهم ان البرايمري كي ده عمود في جدول بيانات ولا تتكرر، اما الفورين كي هو اصلا برايمري كي في جدول تاني ولكن لما انتقل لجدول جديد بياناته سمح لها ان تتكرر. طب السؤال بقى الاهم، السؤال الاهم، هل ينفع اعمل فاتوره رقم 5 بتاريخ 2 يناير أو 2 فبراير 2023 بقيمة 10 للعميل رقم 4؟ أجوت عندك عميل رقم 4؟ هل ينفع تطلع فاتورة بس عميل رقم 4 مش موجود عندك؟ مش هينفع. أنا السؤال، ينفع ولا ما ينفعش؟ لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ من احد الشروط، من احد الشروط في علاقه البرايمري كي والفورين كي ان الفورين كي يسمح له بالتكرار ولكن بيانات الفورين كي لازم تكون من البيانات اللي موجوده فين؟ في البرايمري كي. اسال سؤال تاني، تخيلوا انتوا في الجامعه عمليه تسجيل الطلاب، هل ينفع يسجل طالب مواد واسمه اصلا وبياناته مش موجوده في الداتابيز بتاعه الجامعه؟ لا طبعا. طب هو ايه اللي بيحصل في التسجيل؟ اول خطوه بتحصل ان بيانات سيادتك بيتم ادخالها في قاعده البيانات في جدول الطلاب، وبعد كده تقدر تسجل مواد. هي نفس الفكره بالظبط. تخيل انت تطلع فاتوره لعميل مش موجود، سرقه على طول، ودي اللي بتحصل اصلا في السرقات، تطلع فاتوره واصلا عميل وهمي، تمام؟ يبقى تاني اللي يهمنا في الموضوع ان العلاقه بين البرايمري كي والفورين كي هي كوبي بيست، البيانات اللي هنا لازم تكون هي هي اللي هنا، ولكن البرايمري كي لا تتكرر بياناته، اما الفورين كي البيانات فيه بيسمح لها بالتكرار ولكن لازم يكون لها اصل موجود في البرايمري كي. جميل. فهنا طيب، هو انت نقلت ازاي تاني البرايمري كي عشان انا تهت؟
نقلت البرايمري كي بوجود علاقه بين جدولين، واحد عنده 1 والتاني عنده مين. هتقول لي طب ممكن ناخد مثال تاني عشان ما فهمتش، ناخد مثال تاني يوضح القصه اكتر. جدولين تانيين. دكتور سؤال عن اذنك، اتفضل. البرايمري كي لازم ياخد الفيرست كولوم، دائما تكون الفيرست كولوم، ولا امكانه ياخد مثلا عمود ثاني او ثالث؟ عادي الترتيب ما بيفرقش. ليه بقى؟ ليه؟ شوف في الورق وانت بتحل في الامتحان طبعا افضل ان يكون البرايمري كي في الاول. طب لو خليته في النص وحطيت تحتيه خط ووضحت للدكتور ان هو ده البرايمري كي وموجود في نص التيبل مش في اوله او مش في اخره، عادي مش هتفرق معاه في حاجه. فاهم قصدي؟ حاجه تانية برضو مهمه جدا، فكرت في الامتحان مثلا يخضع الطالب بمكان البرايمري كي يحطه مثلا العمود الثالث، فالطالب يفكر انه البرايمري كي في العمود الاول فيلخبط. بص المثال اللي انا بكتبه ده، مين البرايمري كي هنا؟ الزد. حلو، موجود في النص صح؟ هل انا غلطان في حاجه؟ لا مش غلطان في حاجه خالص. لا حطيته في الامتحان في ورقه في اي مكان لا، ولكن احنا في يعني عاده بنختار ان احنا نخلي دايما البرايمري كي هو اللي في الاول، بس ما لهاش اي قيمه يعني عادي. فاهم قصدي؟ يعني موضوع بسيط، انت اهم حاجه بالنسبه للدكتور مين؟ الخط اللي تحت العمود اللي انت اخترته. تمام. حاجه تانية برضو مهمه جدا، انت كديفلوبر بتروح شركه تعمل لهم قاعده بيانات، هل هم هيشوفوا الجدول ده؟ هم مش هيشوفوه. هم اللي هيشوفوا ايه؟ هو هيشوف شاشه ملونه شكلها حلو، الخانات جنب بعضها، بيدخل البيانات وهو مش فاهم ايه الباك جراوند. فالشاشه دي اللي احنا بنسميها الانترفيس او الجي او اي او الجرافيكال يوزر انترفيس، هي مش اكتر من واجهه بتعبي كل خانه في عمود من الاعمده. بالنسبة له الترتيب لا يعني أي شيء، هو مش شايف الكلام ده، هو شايف حقول قدامه على شاشة ملونة شكلها ظريف، لكن ترتيبهم إيه ما بتفرقش. طيب ناخد مثال آخر، هنفترض أن أنا عندي مثلا جدول ناخد الستودنت student ID والنيم والادرس. مهندس بعد اذنك سؤال. اتفضل. هو حضرتك اللي انت هتشرحه ده هو ده الاس كيو ال صح؟ لا هقول لك انا ايه. ماشي هقول لك بس خلص. والتايتل والاوثر. طيب شوف يا سيدي الفاضل، الـ SQL هي أكواد بتيجي لسيادتك على الجداول دي، فأنت لو مش فاهم أصلاً الجداول وجات منين والعلاقات اللي بينها مش هتعرف تجاوب على الكود. وصلت؟ الـ SQL هو البايثون. معلش سوري. تمام يا ابني، أنت ما تجيبش القلعة عند البحر. الـ SQL شيء والبايثون شيء تاني. شلت أكواد؟ أيوة، ما هو ده كود وده كود، البايثون كود والـ SQL كود، لكن ده مختلف. ماشي أوكي حاضر. تمام أوكي. طيب تعال نشوف الجدولين دول. اول حاجه واهم حاجه بين اي، يعني انا لما بروح اجمع بيانات من موظفين في شركه، جمعت جدولين زي دول ستودنت وبوكس. انا لو جيت سالتكم اربطوا العلاقه، هل هتعرفوا تربطوها؟ هتقولي لا مش هعرف، البيانات ناقصه. هي ايه علاقه الطالب بالكتاب؟ هتقولي هل علاقه شراء ولا علاقه استعاره ولا ايه بالظبط؟ يبقى كده واضح جدا ان انت قبل ما تعمل اي علاقه بين جدولين لازم تعرف نوع العلاقه اللي بينهم. تمام. على سبيل المثال انا هتخيل ان العلاقه هنا بين الجدولين دول، هنتكلم على علاقه borrowing اللي هو سموها ايه، مش استئجار، لا استعاره. تمام. الطالب بيستعير كتاب. السؤال بقى العلاقة هنا نوعها ايه؟ one to many. احنا عندنا على فكرة ثلاث انواع من العلاقات، بس انتوا في المنهج مش عليكم غير ال one to many وال many to many. تمام. السؤال ايه علاقة الستودنت بالبوكس، one to many ولا many to many، one to one ولا ايه الوضع؟ قبل ما ابدأ في اي علاقة لازم اختار مين؟
برايمري كي. لازم الله ينور عليك، لازم احدد البرايمري كي. واضح ان هنا الستودنت اي دي هي البرايمري كي والبوك اي دي هي البرايمري كي. طيب جميل جدا. العلاقه هنا علاقه استعاره كتب. قلنا لما نيجي نربط علاقه بين جدولين لازم نتقمص شخصيه كل جدول، صح؟ طيب انا دلوقتي طالب، من حقي استعير كم كتاب؟ مني مني. يبقى انا كطالب استعير ميني بوكس. حلو. طيب خلاص عرفت العلاقه من طرف الطالب، اروح بقى للكتاب. انا دلوقتي كتاب ما، كم طالب يستعيرني؟ ميني. مظبوط. ايه ده، ايه اللخبطه دي؟ ما العلاقه كده 1 تو ميني من الطرف ده و1 تو ميني من الطرف ده. هي مش 1 تو ميني 1 تو ميني، لا، هي العلاقه دي بقى المحسنه، ان العلاقه بين الجدولين دي بسهمين كده بنسميها احنا ماني تو ماني. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني لا ينفع اخد البرايمري كي اللي هنا وانقله في الثاني، ولا ينفع اخد البرايمري كي اللي هنا انقله في الاولاني. الاثنين غلط، لان الاثنين هيؤدوا الى تكرار البرايمري كي، وده مش مسموح. طب ايه الحل في الحكايه دي؟ قال لك الحل في الحكايه دي بسيط جدا، ان سيادتك في العلاقات الماني تو ماني يجب، نكتبها هنا اهو، ايه في العلاقه الماني تو ماني يجب انشاء جدول جديد بين الجدولين يربط بينهم. ازاي يعني؟ ولا حاجه، اعمل جدول جديد. ايه الجدول الجديد ده؟ الجدول الجديد يعبر عن العلاقة. طب هي العلاقة دي علاقة مين؟ borrowing. خلاص اعمل جدول جديد اسمه borrow. مش فاكر طبعا spelling borrow. طيب هو البورو ده هيكون في ايه؟ قال لك في العلاقة الميني تو ميني لما بتتكسر العلاقة دي وبيظهر جدول جديد، بناخد copy paste من الاثنين primary key وننقلهم في الجدول الجديد. يعني هتاخد student ID سيادتك، بلاش، الستودنت اي دي مع البوك اي دي، وهنفترض مثلا الديت تاريخ الاستعاره، وهنقول مثلا الفيز اللي اندفعت. حلو. السؤال بقى الاهم دلوقتي، انا عملت جدول جديد يربط الجدولين، هل في ربط دلوقتي حصل بين الثلاث جداول؟ دايما الربط اعرفه بعيني. يعني ايه الربط اعرفه بعيني؟ انا الربط دايما عارف ان هو بيتم عن طريق البرايمري كي والفورين كي. هل الجدول ده اللي فيه الستودنت اي دي برايمري كي مربوط بالبورو؟ هتقول لي اه مربوط. ما هو الستودنت اي دي فوق كانت برايمري كي وتصدرت تحت فورين كي. هقول لك خلاص، يبقى كده الستودنت والبورو الحمد لله مربوطين. السؤال اللي بعده، هل البوك اي دي مربوطة بجدول البورو؟ هتقول لي اي نعم، ما هو موجود هنا كمان اهو. اذا البرايمري كي اللي هنا ايضا انتقل الى الجدول هنا فورين كي. اذا انا ربطت الجدولين دول بمين؟ بالبورو. هتقول لي طب وانا لما عملت كده استفدت بايه؟ استفدت ان انت اصبح عندك جدول جديد اسمه بورو بيربط العلاقة بين الجدولين دول من غير ما يكرر واحد فيهم. كل جدول مستقل باشا في نفسه مع بياناته لن تتكرر. الجدول اللي اسمه student هيحمل بيانات الطلبة فقط، جدول البوكس هيحمل بيانات الكتب فقط، أما البورو هو اللي بيربط العلاقة بين الاثنين بحيث أعرف رقم الطالب مع رقم الكتاب اللي تم استعارته وتاريخ الاستعارة والرسوم اللي هو دفعها. يعني كده ما قاعدة زي ما نقوله 1+1=2. أي علاقة بين جدولين many to many، افتكر القاعده دي، يجب انشاء جدول جديد بين الجدولين يربط بينهم. طب وازاي هربط بينهم؟ ان سيادتك هتاخد البرايمري كي من كل جدول وتعمل له كوبي وبيست في الجدول هنا اهو، تمام؟ فعلى سبيل المثال هفترض ان انا عندي اس 1 الطالب الاول، اس 2، اس 3، ادي ثلاث طلاب عندي في الجدول، والجدول الثاني فيه بوك 1 بوك 2 بوك 3 وبوك 4. تيجي نتخيل جدول البورو ده هيكون شكله ايه؟ هيبقى مثلا عندي الطالب رقم واحد،
استعار الكتاب رقم 2 بتاريخ ودفع. ايضا الطالب الاول استعار برضو الكتاب رقم 3 بتاريخ ودفع الفيز، وهكذا. هتلاحظ ان هنا نتيجة ان هو فورين كي بياناته مالها بيسمح لها بالتكرار عادي، ما هو برايمري، ما هو فورين كي. مش كده وبس، ده ممكن اقول الطالب رقم 2 استعار الكتاب رقم 2 ايضا الكتاب بيتكرر لان هو فورين كي يسمح له بالتكرار. وصلت المعلومه؟ هتقولي اه بس في حاجه ناقصه. انت دايما قلت لنا ان كل جدول لازم يكون فيه برايمري كي، صح؟ فين البرايمري كي هنا في الجدول ده؟ الجدول اللي هو البرو. مفيش، هم فورين مفيش. وفورين. طيب المفروض تعمل ايه في الحاله دي؟ هتقولي المفروض ان انا لازم، لا سيبك من كومبوزيت دلوقتي مش هنعقد الموضوع، تمام؟ المفروض ان دي عمليه استعاره، وعمليه الاستعاره لازم يكون ليها بورو نمبر، رقم الاستعاره. فهنشئ برايمري كي جديد اسمه بورو نمبر يميز كل عمليه، والرقم ده مش هيتكرر. اوكي، في بعض الاحوال زي ما هنشوف مثال دلوقتي حالا، الاثنين فقط هم اللي بيكونوا البرايمري كي للجدول، ومبحتاجش ان انا انشئ واحد جديد، تمام؟ ففي احوال زي الكيس دي انشات انا بنفسي برايمري كي، وفي كيس تانية زي اللي هنشوفها دلوقتي مش هضطر انشئ برايمري كي. تعالوا اديكوا مثال كده على داتابيز حقيقيه. ثانيه، تعالوا اديكم مثال ظريف. بصوا معايا بقى ايه على اللي انا هشاور عليه، تمام؟ عندي هنا جدول اسمه ايه، student، تمام؟ لاحظوا البيانات اللي فيه: student id، name، address، email address، registration date، region number، تمام؟ مين البرايمري كي للجدول ده؟ student id. حلو قوي. طيب عندي جدول تاني اسمه course، في كورس كود، تايتل، كريدت. مين البرايمري كي؟ كورس كود. لو انا جيت سالتكم سؤال، ما هي العلاقه بين الجدولين دول، او العلاقه دي كام لكام؟ 1 تو ماني. ها اجابات تانية غير 1 تو ماني؟ ماني تو ماني. قبل ما تجاوب لازم تفتكر السؤال الاهم، هو انت بتسالني على علاقه بين مين ومين؟ بين الجدول الستودنت والكورس. طب علاقه الستودنت بالكورس ايه؟ العلاقه ايه هي نوعها، او اسم العلاقه ايه؟ هقول لك علاقه انرولمنت، يعني سيادتك والتسجيل، الطالب بيسجل كم ماده والماده بتسجلها كم طالب. فلازم تكون عارف نوع العلاقه قبل ما تبدا تتكلم. طيب عرفت نوع العلاقه او اسم العلاقه بينهم اللي هي علاقه التسجيل، الانرولمنت. الطالب يسجل كم ماده والماده فيها كم طالب؟ عفوا المقاطعه دكتور، الطالب كان يسجل ماده معينه، ولكن الماده المعينه كانت يعني تاخذ يعني اكثر من طالب. حلو قوي. تعال اديك مثال دلوقتي. احنا ببساطه شديده انا قلت لكم الدكتور بتاعي سنه 2000 او 99 قال لي لما تيجي تربط تعمل ايه؟ قال لي ما تستعجلش، صح؟ لازم تتقمص شخصية كل جدول وتشوف علاقتك بالجدول التاني، صح الكلام ده؟ طيب دلوقتي أنا طالب، أنا student، كيف يمكنني من التسجيل، أو كم عدد المواد التي يسمح لي بتسجيلها، مادة ولا أكثر؟ ماني.
إذن العلاقة هنا 1 to many، أنا أقدر أسجل أكتر من مادة. حلو. طيب اعكس بقى نفسك، أنت أحد المواد، أنت دلوقتي خلاص أنت خلصت الجانب بتاع الطالب وأنا دلوقتي وقفت هنا، كم عدد الطلاب اللي بيسجلوا؟ أنا مثلا هقول أنا دلوقتي مادة تي ام 351، كم طالب بيسجل عندي؟ مني مني بالضبط، أنا ككورس بيسجل عندي many students. إيه ده؟ يبقى علاقة الانرولمنت دي كام لكام؟ many to many، many to many بالضبط كده. يبقى العلاقة اللي هي بتاعة الانرولمنت دي many to many، يعني أنا كطالب أسجل أكتر من مادة والمادة يسجلها أكتر من طالب، دي اللي هي علاقة مين؟ اسمها الانرولمنت. جميل جدا. نعمل ايه في الكيس دي اللي انا كنت كاتبها بالعربي من شوية؟ هنكسر العلاقة بإظهار جدول جديد يربط الجدولين ببعض. طب والبرايمري كي بيحصل له ايه؟ بينتقل كوبي وبيست. لاحظوا بقى، ايه رأيكم في الجدول ده؟ اسمه انرولمنت، في مين؟ في الستودنت اي دي، وفي مين كمان؟ الكورس كود. ايه ده؟ يعني الجدول ده ربط بين الجدولين، ومعهم عمود كده هدية اللي هو اسمه enrollment date او تاريخ التسجيل. تمام؟ يعني انا كده قدرت اربط الجدولين بجدول جديد اللي هو باسم العلاقة. ملاحظين الجدول الجديد ده مين البرايمري كي بتاعه؟ الاثنين مع بعض. يعني ايه؟ يعني ازاي العمودين دول اللي انتقلوا بقوا هم البرايمري كي للجدول؟ شوف يا سيدي الفاضل، الكورس كود انتقل هنا والستودنت اي دي انتقل هنا، هنا كان برايمري كي وهنا برايمري كي، وهنا الاثنين دول فورين كي فورين كي، ولكن في بعض الاحوال وجود علاقه بين عمودين الاثنين مع بعض مش محتاج برايمري كي، لان الاثنين دول مش هيتكرروا تاني على اساس الطالب لما بيجي يسجل الماده خلاص هو هيسجلها بتاريخ معين وخلاص. تمام؟ فالاثنين برايمري كي، يعني مش بس الاثنين فورين، ده الاثنين كمان مالهم برايمري كي، بس مش هقدر اسميه برايمري كي، يعني مش هقدر اسميه كده برايمري كي، هسميه ايه؟ كومبوزيت برايمري كي، مفتاح برايمري كي بس مركب. الكومبوزيت برايمري كي هو عبارة عن primary key ولكن مكون من foreign keys، والاثنين مع بعض هم اللي عملوا الكيس دي، ان الاثنين بقوا primary key للجدول على اساس ان العلاقة ما تسمحش لها بالتكرار. مثال كمان، مثال صغير وظريف. طيب تعالوا بص اوريكم مثال تاني، جدول الريجون اللي هو القسم، وجدول الستودنت. لو جيت أسألكوا سؤال، هل الجدولين دول في علاقة بينهم القسم والطالب؟ هتقولي وانا هعرف ازاي؟ انتبهوا بقى، انا بعلمك ازاي تقرأ، يعني هنا الاهم ازاي تقرأ السؤال. هل في علاقة بين الجدولين دول الطالب والقسم؟ عرفت منين ان في علاقة؟ هتقولي انا لما اجي بالظبط كده ادرس بالظبط. انا اهم حاجه بالنسبه لي ان انا اشوف لما تسال السؤال هو في علاقه بين الجدولين، بشوف مين؟ بشوف البرايمري كي للجدول، البرايمري كي للجدول اللي هو ده وده. هل في واحد منهم متصدر للتاني؟ يعني هل الستودنت اي دي مثلا موجوده فوق؟ هتقولي لا مش موجوده، ولا خلاص. طب هل الريجون نمبر موجوده هنا؟ موجودة هنا. طب السؤال بقى، طب هو العلاقة هنا بين الجدولين دي نوعها ايه؟ كام لكام؟ نسأل نفسنا السؤال الأول، وما ايه العلاقة اللي ما بين؟ ما خلاص سيبك من العلاقة، ما انت طالب وقسم، انت كطالب تابع لكام قسم في الجامعة؟ انا كطالب تابع لقسم واحد. طب هو القسم فيه كام طالب؟
many القسم many students. طيب جميل جدا، العلاقه دي one to many زي ما اتفقنا مع بعض. العلاقه ال one to many باخد البرايمري كي من الجدول وبنقله في الجدول الثاني نوعه foreign key. البرايمري كي بينتقل عند الميني، يعني ال one تصدر للميني، تصدر لها الفورين كي. وبما ان البرايمري كي هنا موجود وهنا موجود، اذا العلاقه بين الجدولين دول فعلا موجوده بين الجدولين. نسال سؤال تاني عشان الامور توضح اكتر. انا هسال وانتوا جاوبوا، هل في علاقه، ده جدول اسمه البيشنت المريض وده جدول اسمه ايه الوورد، مين البرايمري كي الجدول البيشنت؟ البيشنت اي دي. ومين البرايمري كي الجدول الوورد؟ الوورد نمبر. هل في علاقه بين الجدولين دول؟ اه في علاقه. عرفت منين؟ من الوورد كوورد نمبر في البيشنت. بالظبط كده، هتقول لي البرايمري كي لجدول الوورد اللي في جدول الوورد موجود هناك كمان، يبقى العلاقه بين الجدولين دول كام لكام؟ 1 to many. 1 to many، هنا موجود البرايمري كي وهنا موجود الفورين كي بتاعه. طيب سؤال تاني، الجدول ده دراج. مهندس ليش ما شفنا الجهه الثانيه؟ مو دائما جهتين؟ ما انا هو انا ما كنتش بقول لك اربط بينهم، انا هنا كنت بسالك سؤال هل هم مربوطين ببعض ولا لا، فانت عينك تروح على البيشنت اي دي، هل هو موجود هنا؟ لا مش موجود من النسخة. طب الوورد نمبر هل هي موجودة فوق؟ اي نعم موجودة فوق، يبقى هنا العلاقة فعلا one to many. انا هنا المثال هنا مش بقول لك انت تربط، انا هنا بجيب لك مثال وبقول لك انت عليك ان انت تطلع هل العلاقة موجودة ولا لا. لان هو ده اللي هيجي في... لان هو ده اللي هيجي في الامتحان، هو هيجيب لك داتابيز مكتوبة وعليك ان انت تكون فاهم فين البرايمري كي وفين الفورم. المثال الثاني، جدول الدراج، دراج يعني أدوية مش مخدرات، تمام؟ وجدول البريسكريبشن، الوصفة الطبية، الروشتة، ثانية، الأدوية، هل في علاقة بينهم؟ أيوة، one too many من الدراج. الله ينور عليك. بصوا يا جماعة لآخر مرة هقولها، دايما لما تبص على جدولين ما تتهش في الأعمدة، الأعمدة كتير ما تتهش فيهم. أنا يهمني مين؟ برايمري كي بس. مين فيهم عند التاني؟ مين فيهم مستضيف التاني؟ البريسكريبشن مش موجودة هنا لكن الدراج موجودة هنا، يبقى العلاقة بين الجدولين دي كام لكام؟ one to many. بالمناسبة في الامتحان مش هتتسألوا العلاقة دي كام لكام، يعني لا هيجي في الامتحان يقول لك one to many ولا many to many. انا بشرح لك البيزكس، انت في الامتحان اللي هيجي فعليا جداول مكتوبه وعليك ان انت هتتسال فيها فتكون فاهم هل في علاقه ولا لا، تمام؟ طيب مثال كمان، جدول الدكتور وجدول البريسكريبشن، البريسكريبشن اللي هو الوصفه الطبيه، هل في علاقة؟ فيه. أيوة فيه. ستاف نمبر. ستاف موجودة بالبرسكي. شوف يعني. Prescription. One to many. يبقى العلاقة جدولين موجودين ونجحنا فيهم. طيب. مثال آخر. ناخد مثال كمان. هنروح على الداتابيس بتاعة الطلبة. هنا مثلاً. ما بين الكورس والكوتا، الكوتا اللي هي عدد الساعات بالمناسبة، الكورس والكوتا هل في علاقة بينهم؟ one to one. برافو عليك، الله ينور عليك. ليه بقى قلت لي one to one؟ عشان نفس البرايمري كود بتاع هنا موجود برضو بتاع هنا. الاثنين كوبي، الاثنين كوبي بيست، ما تحصلش الاثنين كوبي بيست بالشكل ده إلا لما يكون العلاقة one to one، تمام؟ زي ما قلت لكم انتوا مش هيجي في الامتحان يسالك يقول لك العلاقه كام لكام،
انا بدربك ازاي تقرا الجدول المعطى في الامتحان. تمام. طيب الستاف نمبر والتليفون توتر باي والكورس، ثلاث جداول، هل في علاقه بين الثلاثه؟ في فين بقى؟ كورس كود مع التليفون اهي، والستاف نمبر مع التليفون. الكورس كود موجود هنا مظبوط، والستاف نمبر موجود هنا. واضح ان الجدول اللي في النص بينهم ده ربط الستاف بالكورس. تمام. هنا كومبوزيت بقى ده لا مفيش، هو هنا مختار بس الستاف نمبر هو الاحادي، فما فيش كومبوزيت. الكومبوزيت الوحيده هي اللي كانت دي كانت الوحيده الكيس الكومبوزيت كي. تمام. طيب اعتقد كده الامور ايه وضحت الى حد كبير. زي ما قلت قبل كده، احنا مش هيجي لنا في الامتحان ان انت تطلع العلاقه 1 تو 1 ولا 1 تو ماني. انت هيجيب لك في الاس كيو ال جدول مكتوب بالعلاقات جاهزه، وانت عليك ان انت تبدا تكتب الكود بناء على فهمك للموضوع، هل في ربط ولا. طيب نرجع للجزء الاخير اللي هو الجزء النظري سريع كده، فهم برضو ما فيهوش حاجه. بيقول لك why we need database، سؤال مهم قوي، انت محتاج الداتابيز ليه؟ بيقول لك increase the collection of various new type of data، لان البيانات انواعها بقت كتير قوي، audio video text وساوند، which include semi-structured and unstructured data. اللي ذكر البارت الاول يا جماعه، البارت الاول النظري مهم جدا، كان بيتكلم هي انواع الداتا عندنا شكلها ايه، كم نوع، مهم جدا. بارت واحد، احنا عندنا ثلاث انواع من البيانات، structured و semi-structured و unstructured. structured زي الجداول، semi-structured زي الهيراركال ميثود، والانستراكشرد زي الاوديو والفيديو، such as audio video web pages text as well as transaction. تمام. نتيجه وجود انواع كتير من البيانات بتظهر كل يوم، احنا محتاجين الداتابيز. increase the collection of various new data types. increase the sharing of personal data. البيانات بقت عمليه مشاركتها كتير جدا، ولذلك محتاجين داتابيز. الحياه بقت كلها ريل تايم داتا كولكشن، كلنا قاعدين طول النهار نشتري اونلاين، نحجز اونلاين، كل حاجه بقت ريل تايم، في التو واللحظه بدفع، في التو واللحظه بيجي لي السيرفيس. طيب سؤال برضو بيقول لك why organization has replaced file oriented system with database system. فاكرين لما كنت بقول لكم زمان الناس كانت بتتعامل بالملفات ويقعدوا ينقلوا الملفات بين الموظفين، وظهرت دي بي ام اس عشان تسهل مشاركه البيانات. فبيقول لك لماذا تم الاستغناء عن النظام الفايلز القديم بالداتابيز الحديث؟ المؤسسات ليه استغنت عن النظام القديم بالنظام الحديث؟ او هنا ممكن السؤال ده shortcomings of file oriented system او disadvantage، عيوب النموذج القديم. النموذج القديم من البيانات عيوبه ايه؟ اول حاجه عيبه uncontrolled data redundancy، كان بيحصل تكرار وانا مش قادر اتحكم فيه. العملاء لما كان بيجي عندي كل شويه عميل هو حتى لو جالي 20 مره، كل مره بدخل بياناته في ال 20 مره، فده بيؤدي الى اهدار مساحه من التخزين. inconsistent of data، كل مره كنت باجي اسجل له بياناته كان يجي لي برقم تليفون مختلف، فتبص تلاقي عندك عميل واحد له اربع او خمس تليفونات متسجله وانت ما انتش عارف مين فيهم الصح ومين فيهم الغلط. ثلاثة inflexible، مفيش مرونة. لو جيت أحدث البيانات، تخيل عايز تحدث رقم تليفون الشخص ده، هتحدثه فين ولا فين؟ limited data sharing، أصلا بقى مفيش data sharing، ده احنا كنا بناخد المستندات والملفات ننقلها على فلاش ميموري وننقلها من مكتب لمكتب. limited data sharing. difficult data integration، لو جيت أجيب سيستم جديد وعايز أنقل البيانات القديمة على السيستم الجديد هيطلع عيني عشان ألم الداتا الصح وادخلها في السيستم الجديد. poor enforcement of standards، مفيش تطبيق للقواعد، التكرار مسموح به وده بيؤدي إلى تكرار البيانات. excess أو excessive program maintenance، لو جيت أعمل صيانة للبرنامج أو جيت أعمل صيانة للملف اللي فيه تكرار، ممكن أقعد 3-4 أيام بعمل maintaining للداتا اللي عندي. كل دي عيوب النظام القديم اللي هو اسمه file oriented. طب ايه المميزات بقى؟ البنفيتس اوف امبلوينج داتا بيس سيستم، كل اللي فات اعكسه. ده مثلا
كان فوق بيقول تكرار minimum redundancy، كان بيقول ما فيش اندماج للبيانات integration of data، اقدر اعمل دمج لاكتر من نظام وما فيش مشكله. انتوا دلوقتي الابلكيشنز اللي على الموبايل كل شويه بتعمل تحديث من غير مشاكل. ثلاثة، preserving of data integrity، المحافظه على سلامه البيانات. أربعة، الحمد لله data sharing. خمسة، ease with which uniform standards can be established. دلوقتي لو انا عايز اعمل خانه يونيفورم موحده شكلها موحد زي خانه الرقم التليفون، سهل جدا علي ان انا اخليها بالثلاث شروط اللي اتفقنا عليهم، ان خانه رقم التليفون لا تقبل الا ارقام، عدد الارقام اللي فيها 8 لا يزيد ولا ينقص، وتكون اصلا خانه ارقام فقط، وتبدا مثلا زي ما قلنا بعدد معين او باعداد معينه. كلمه يونيفورم ستاندردز استابليشد اللي هي توحيد لشكل البيانات. ستة، reduce the program maintenance، عملية المينتنس بقت فيها جهد قليل. سبعة، simpler backup and recovery، بقت بسهولة جدا أقدر أعمل backup وأعمل recovery. الباكب عكسها الريكفري. واضح؟ yes. طيب مثال بسيط هنا بيوريكوا عيب النموذج القديم. اقروا الجدول ده معايا كده وقولوا لي إيه أخباره. الجدول ده list of doctors and their patients. بص عامل ايه، بيقول لك عندي دكتور اسمه جيبسون رقمه D06، بيعالج كم مريض؟ patients نقطتين، ثورنتون، كاي، هاريس، ديكسون، بوزويل. ايه يا عم ده؟ الدكتور اللي بعده برضو معاه مرضى، تنت، جيمس، بيل، ريد، والاخ ده قاعد مش لاقي مريض يعالجه. اخدين بالكم الداتا بيز شكلها عامل ازاي؟ جدول تاني، جدول البيشنت بقى، بصوا مكتوب ازاي. ثورنتون، تنت، جيبسون، باكستون، جيمس. انا عايز اوريكم مثال. فين فين في هنا تكرار طبعا. تمام، كاي، هاريس، مش عارف ايه، كل المرضى موجودين وجنبيها، وساعات مرضى ما لهمش دكتور اصلا. سوري، ده طب انتم موجودين عندنا ازاي وانتم مفيش دكاتره بتعالجكم اصلا؟ ده النموذج القديم اللي هو بيعتمد على الملفات. طيب لما جم يطوروا النموذج ده عملوا ايه؟ قال لك شوف يا عم، احنا هنعمل ريليشن بين الجدولين. على فكره بصوا كده على الجدولين وقولوا لي ايه رايكم فيهم، العلاقه دي كام لكام؟ جدول الدكتور هنا فيه عمودين، وجدول البيشنت ثلاث أعمدة، ممكن تقولوا لي العلاقة كام لكام؟ وانتو ميني البيشنت يجيله دكتور واحد؟ لا، مين اللي متصدر؟ مين اللي مصدر البرايمري كي بتاعه؟ طبعا ده البرايمري كي بتاعنا وده البرايمري كي بتاعنا، مين اللي متصدر؟ الدكتور مصدر لمين؟ للبيشنت. يعني العلاقه هنا 1 to many، يعني كان المستوصف ده المريض لما بيدخل فيه بدكتور واحد بس هو اللي بيكون مسؤول عن حالته. يعني انا كدكتور عندي عده مرضى، لكن المريض لما بيجي في كم دكتور بيتعامل معاه؟ دكتور واحد فقط. هتلاحظ حاجه ظريفه، هو الدكاتره هل في تكرار في بياناتهم؟ لا. المرضى والدكتور المعالج ليه هل في تكرار للمرضى؟ لا. الدكتور بيتعالج، المعالج بيتكرر، بس بيتكرر لانه ممكن يكون الدكتور يعالج many patients. هتلاحظوا حاجه ظريفه لو حد اخد باله، اخدين بالكم من دي، ايه دي؟ نل. يعني ايه نل؟ يعني مريض او اتنين مرضى لم يعين لهم دكاتره بعد. ايه ده؟ هو خانة الفورين كي ينفع اكتب فيها نل؟ ينفع. ازاي؟ هقولك، افرض المريض ده جات سجل بياناته بس لسه ما تمش تعيين له اي دكتور، زي كده بالظبط لما سيادتك بتيجي الجامعة وتسجل فيها بياناتك اول مرة، تمام، ولسه ما سجلتش حاجة، هيتبقى بياناتك ايه شكلها؟ هل في تسجيل؟ يعني خانة التسجيل بتاعتك شكلها ايه؟ فاضية ولا فيها بيانات متسجلة؟ اكيد فاضية، فهتبقى اخدك قيمة نل. تمام،
فهنا الفورين كي او الجديد بالنسبه لنا ان احنا نقدر البرايمري كي والفورين كي, بيانات الفورين كي لازم تكون من البيانات اللي في البرايمري كي او تاخد مين نل في حاله ان البيان لسه لم يتم قيده. على سبيل المثال اديكم مثال اوضح واوضح. دلوقتي انتوا كلكم مسجلين تي ام 351 صح, يعني اسمك وتي ام 351 وفي عمودين للدرجه تي ام اي مارك والام تي اي والفاينل. الدرجات هنا مكتوب كام جنب كل واحد فيكم؟ صفر؟ لا خدت صفر. هتاخد مين؟ نل. النل النل بتعتبر ايه عشان دي برضو مهمه جدا. What is the function of null؟ null is a marker. النل هو ماركر يعبر عن absence of a value او absence of relationship between tuples. النل يعبر عن قيمه لسه مش محدده, انا مش عارف القيمه كام فبحطها نل عشان ما احطش قيمه غلط, او ان في علاقه بين الاثنين غايبه. هتقول لي يعني ايه علاقه بين الاثنين غايبه؟ اديك مثال ظريف قوي. تخيل معايا الدكتور, كان في دكتور هنا اسمه دي 12 واسمه مو, تمام, وكان بيعالج المريض ده دي 12 دي 12. حلو الكلام. جال الدكتور ده تقاعد او استقال, ايه اللي هيحصل للرقم اللي هنا؟ هل ينفع يترك بالشكل ده؟ مش احنا متفقين مع بعض ان البيانات اللي في البرايمري كي والفورين كي لازم تكون كوبي وبيست من بعض؟ هل ينفع اسيب بيان مكتوب وهو ملوش اصل هنا؟ هتقولي لا. طب في الحاله دي الداتابيس بتعمل ايه عشان تعالج المشكله دي؟ الديفلوبر من البدايه بيتفق مع الشركه ان لو في احد الدكاتره تقاعد او ترك المكان, المرضى اللي كان متسجلين برقمه اعمل فيهم ايه؟ فالشركة هتقول له بمجرد ان الدكتور يتقاعد وكان متعين له بعض المرضى امسح رقمه عشان ما يتبقاش في مشكلة, وعبي مكانه كلمة مين؟ نل. لان النل يا اما بتعبر عن القيم اللي لسه مش معروفة او العلاقات الغايبة absence of relation, كان في علاقة ودلوقتي مش موجودة فاعبر عنها بمين؟ بنل. وضحت؟ مهمة جدا 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 جدا. اوكي طبعا في من كان في حد فيكم سألني من شوية ترتيب البرايمري كي يفرق, هل احطه في الاول او في النص؟ هنا الحتة دي مهمة قوي. بيقول لك basic relation properties, احد الخصائص, اولا row uniqueness, يعني لازم الصف يكون احادي بالبرايمري كي عشان يميز كل صف. Each row is unique. No duplicate rows with the same set of values. The sequence of rows is not significant. ترتيب الصفوف لا ما بيفرقش كتير, يعني ترتيب المرضى أجيب ده مكان ده أجيب ده مكان ده ما بيفرقش, وترتيب الأعمدة ما بيفرقش, وترتيب البرايمري كي ما بيفرقش. انتبهوا على دي عشان بتيجي في المالتيبل تشويس برضه. أوكي؟ طيب ده الشرح, نفس الشرح موضوع البرايمري كي ازاي بيتم توزيعه على الجداول كده. بارت 8 مينلي خلص, وموضوع البرايمري كي والفورين كي اعتقد واضح. مهم جدا لفهمكم للاس كيو ال, او لما تيجي تدخل على محاضره الاس كيو ال انت لو فاهم البرايمري كي والفورين كي امورك سهله جدا, هتمشي امورك طيبه. نفس الوضع النورماليزيشن. كده خلصنا البارت الثامن. نوقف التسجيل بس ثانيه.